بسم الله، تمارين حول درس الإحصاء لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. إليك التمرين رقم 8 اللي هو مأخوذ من امتحان موحد. يعطي الجدول التالي توزيعا للنقاط التي حصل عليها تلاميذ قسم من أقسام الثالثة إعدادي في أحد فروض مادة الرياضيات. عندنا النقطة اللي هي قيمة الميزة، وعندنا عدد التلاميذ اللي هو الحصيص. السؤال الأول، كون جدولا إحصائيا للحصيصات المتراكمة. ثانيا، حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. ثالثا، بين أن معدل القسم هو M يساوي 11.56. معدل القسم هو المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية. رابعا، حدد عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة تفوق المعدل M. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم انجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ الجواب. اولا، لننشئ جدول الحصيصات المتراكمة. اذا غادي نحتاج للجدول السابق وغادي نضع فيه الحصيصات المتراكمة هكذا. اذا كما ترى، الخانة الاولى عندنا فيها قيم الميزة، الخانة الثانية عندنا فيها الحصيص، والخانة الثالثة عندها الحصيص المتراكم. نعاود نذكر بطريقة ديال ملء هذه الخانة الثالثة. اذا عندنا واحد، ثم 1 زائد 2 تساوي 3، و 3 زائد 5 تساوي 8، و 8 زائد 4 تساوي 12، و 12 زائد 3 تساوي 15، و 15 زائد 2 تساوي 17، ثم 17 زائد 4 هي 21، و 21 زائد 3 تساوي 24، و 24 زائد 1 تساوي 25. تبخين؟ طريقة بسيطة لملء الجدول. الآن سنحدد القيمة الوسطية. نعود نتذكر معا كيف نحصل عليها. إذا نبدأ أولا بماذا؟ نعم، بالحصيص الإجمالي. ما هو الحصيص الإجمالي هنا؟ فعلا هو العدد 25، ونصفه، نعم ونصفه هو 12.5. هي الجملة، نصفه هو 25 على 2 أي 12.5. يلا بالنسبة للتمرين، ما هو أصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 12.5؟ أعيد، ما هو أصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 12.5؟ صحيح، هنا غنشوفو في هذه الخانة الأخيرة اللي فيها الحصيصات المتراكمة، تنشوفو أصغر حصيص متراكم أكبر من 12.5، سيكون هو العدد 15. ما هي قيمة الميزة الموافقة له؟ فعلا هي العدد 11. هاو العدد اللي عندنا هنا هو قيمة الميزة الموافقة للقيمة 15. إذا ما هي القيمة الوسطية؟ فعلا القيمة الوسطية هي العدد 11 نفسه. واضح؟ نواصل. إذا لنبين أن M المعدل الحسابي يساوي 11.56. هنا مرة أخرى سنحتاج إلى جدول سيساعدنا على ذلك. كما تعلم، المعدل الحسابي هو مجموع ماذا؟ نعم، المعدل الحسابي هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. هاي غادي نكتبوا هذه القاعدة. المعدل الحسابي هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. إذا سمينا M هو المعدل الحسابي، غادي نكتبوا M تساوي، ثم نبدأ. المعدل الحسابي كما قلنا هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. إذا غادي ناخذ M تساوي 6 في ماذا؟ في 1، ثم زائد 7 في 2، زائد 9 في 5، ثم فعلا زائد 10 في 4، وزائد 11 في 3، ثم زائد 12 في 2، زائد 14 في 4، زائد 17 في 3، زائد 20 في 1 على الحصيص الإجمالي اللي هو العدد 25. هاي الكتابة الرياضية. ثم نحسب هذه القيمة. بطبيعة الحال بعد
تبسيط الكتابة غادي نوجدو M تساوي 289 على 25 اللي غطعتنا بعد عملية القسمة 11.56. طبقين نمشيو للسؤال الرابع لنحدد عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أكبر من أو يساوي المعدل M. مرة أخرى سنحتاج إلى جدول ونشوفوا التلاميذ اللي جابوا أكثر من 11.56. إذا كما ترى هنا عندنا النقط ديال التلاميذ، الناس اللي جابوا أكثر من 11.56، إذا تنقصدوا هنا الناس اللي جابوا النقطة 12 أو التلاميذ اللي جابوا النقطة 12 والتلاميذ اللي حصلوا على النقطة 14 والتلاميذ اللي حصلوا على النقطة 17 والتلاميذ اللي حصلوا على النقطة 20. تبقين يعني تنعتمدوا على هذا الجزء هذا. إذا كما ترى التلاميذ اللي حصلوا على النقطة 12 عددهم 2 والتلاميذ اللي حصلوا على النقطة 14 عددهم 4 والتلاميذ اللي حصلوا على النقطة 17 عددهم 3 وهناك تلميذ واحد اللي حصل على النقطة 20. يلا ما هو هذا العدد الذي نريد؟ فين العدد المقصود هو مجموع هذه الأعداد الأربعة اللي عندنا، أي 1 زائد 3 زائد 4 زائد 2. تفقين؟ أي 10. إذن عدد التلاميذ اللي جابوا أكثر من 11.56 في النقطة ديالهم عددهم 10، فيهم جوج تلاميذ اللي حصلوا على النقطة 12 وفيهم 4 تلاميذ اللي حصلوا على النقطة 14 وفيهم 3 تلاميذ اللي حصلوا على النقطة 17 وفيهم تلميذ واحد اللي حصل على النقطة 20. متفقين؟ انتهى التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.